فاعتصموا بحبل الله جميعا، ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس أن ترجعوا لفهم السلف الصالح. هل إذا نشرت العلم الشرعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي علما بأنها تصل إلى آلاف الأشخاص، فهل أدخل في معلمي الناس الخير ويستغفر لأهل السماء وأهل الأرض والحيتان في بحرها والنملة في جحرها؟ إن كنت مخلصا في ذلك تبتغي مرضات الله تعالى وتنشر العلم النافع، فلا شك أنك تكون من معلم الناس الخير، ويكون لك بإذن الله تعالى ما ذكرت من الأجر العظيم الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. والله مستعان.